بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي 1.7 لايسنس ديزاين بروفيشنال، مهندس التصميم المعتمد المتخصص في التصميم. لما ده الاسم ده هيذكر كتير، مستوى هيذكر كتير، فهو بيعرفه لك. لما يذكر الاسم ده بيعني اللي هو الشخص المرخص والمسؤول عن التصميم الإنشائي أو الإنسبكشن على المنشأ، الفحص على المنشأ. وبرضه متعرف في شابتر 2، لو رحنا في شابتر 2 برضه هيقول لك لايسنس ديزاين بروفيشنال هو الشخص المرخص له، يعني مثلا يكون مرخص أردو 4، أردو 12، أنليمتد، مهندس معاه بي إي بروفيشنال إنجينير، إس إي ستراكشر إنجينير في أمريكا، او معاه اي ستراتي، او مرخص او ممتحن امتحان معين في الرياض، في السعوديه، في الكويت، في قطر، في اي مكان. هو ده بيسمى المهندس المصمم، المهندس المعتمد للتصميم. ده الشخص ده. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.